قال لك خطره واحد يليق تفهم، يليق تفهم الحكايه، يليق تفهمها، يليق تفهمها. خطره انا كيف فهمتها ضحكت، خطره انا تاني كي حكيتها لروحي، خطره الحكايه انا جبتها كي حكيتها لروحي ما فهمتهاش، ما ضحكتش، وقعدت نقول هذا الكلام ما معناه، ما معنى هذا الكلام الذي قاله فمي افهم. حميد ديزنف. قلت له محامي ديزناف معني في معني في معينيه ودنيه، وقعدت له مواقدر ودينيه. هذا باش بديت نفهم، فهمتوني؟ قال لك خطره واحد كان راقد، هذا كان راقد صاي. قال لك خطره واحد كان راقد، اي هذا اللي كان راقد نام روحه يتمشى في بلاصه فيها حشيش خضر، يتمشى ويزقي، ما كان حتى واحد، يتمشى لقى واحد راقد. وين الحوش كي دارو؟ هذا كان راقد وقاعد يتمشى في بلاصه فيها حشيش خضر، لقى واحد راقد راح قاعد ينوض فيه، من بعد قاعد يشوف فيه ويشوف فيه، ما عرفه راه ميت ما عرفه راه راقد، قاعد يشوف فيه يشوف فيه. هذاك اللي كان راقد فطن قال له ويو مزيه الحمد لله، قال له مزيه اللي رقدت، قال له هذا وين رقدت يا محينك؟ اي ناض في المنام، اي قاعد يتمشوا في رحبات قهوه وقعوا منه صاي، تقهوا ولو يعرفوا بعضهم بعض، تقهوا مع ناس تاني كانوا راقدين شو ولا كانوا نايضين في المنام، يعاودوا ينوضوا من هنا. اي قال له من بعد كي يكمل المنام قال له هيا نتلاقوا الخطره الجايه ان شاء الله، نتلاقوا الخطره الجايه يا سيد فطن. اي الاخر ثاني فطن راك فاهم، زعما ايماجيني ولي نتلاقوا في المنام غايه استغل هادي. اي واحد الخطره الغدوه من داك السيد كي خبطها برقده افطن، صاب روحها في سونتر فيل، قاعد يحوس على صاحبه، صاب روحها في البلاصه اللي افترقوا منها، شاو ولا صاحبه ما لقاهاش، كانوا في رحبه. هذاك السيد رقد، الاخر مين فطن، مين رقد وفطن في المنام ما لقاش اللي كان حداه راك فاهم، قاعد يحوس عليه يحوس عليه، لقاه راقد واقف خطر السيد لقاه راقد واقف قاعد ينوض فيه، قاعد قاعد باه ويقول له نوض مالك نوض، قوم وروح تكسل باش ترقد غايه في المنام راك فاهم، قاعد ينوض فيه نوض مالك ها نوض نوض. اي السيد فطن هاكا فطن، هو بصح كان راقد ولا في المنام؟ لا كان راقد في المنام بصح كان نايض في البصح. هذه حكاية تاع زلمتي لي شو خاطش بصبح اللي تبع فيك ما يضرب فيك ماكش قاطب، انا بروحي مانيش قاطب، انا خايف، انا بروحي نهضر وخايف. زعما رانا فاطرين حنا ايا هذاك مين قاعد ينوض فيه في المنام، خاطر هذاك كان ديجا رقد صيفطن في المنام كي قاعد ينوض فيه.